تباطأت وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، في وقت تواجه البلاد ارتفاعا في معدل التضخم وفق ما أظهرت بيانات رسمية. ويأتي ذلك بعدما حذر بنك إنجلترا الأسبوع الماضي من أن بريطانيا تواجه خطر الركود في وقت من المتوقع أن يتجاوز معدل التضخم في المملكة المتحدة لـ 10%، وهو أعلى مستوى منذ 40 عاما بحلول نهاية العام.